نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أداء ركعة الوتر بعد أذان الفجر؟ لا، قبل الإقامة. لا، ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. فدل هذا على أنه لا وتر بعد الفجر. لكن ماذا يصنع إذا كان قد غلبه النوم؟ نقول: إذا صار الضحى فصلي الوتر شفعا. فإذا كان من عادتك أن تصلي الوتر 3 ركعات فاجعله 4، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، فيأخذ صلى الله عليه وسلم بالأكثر ويصلي 12 ركعة.